متابعين صباح اليوم وهلا الى الشق النفسي مع المعالجه النفسيه ومدربه على تطوير الذات دانيا دبيبو. طبعا هي ضيفه دايمه من اهل البيت بصباح اليوم، يا هلا. وبيشرفني انه لاول مره نحن سوا. حبيبتي وانا اكثر، اهلا وسهلا فيك. اليوم موضوعنا هيك يعني مثل كل مواضيعك حساس جدا، وبلكي في شهره بين نعرف الفرق امتى الوحده هي شيء حلو بحياتنا وامتى بصير في خطر علينا. مزبوط، هي لان كلمه وحده هاي الناس كثير بتخاف منها، وشغله بيعدوها كثير مؤلمه، يعني مفهومها سلبي انه انا انسان وحيد، والناس اللي بتحس هيدي الوحده بتكون كثير تعيسه. اللي ما بيكون عندهم اصحاب، ما عندهم تواصل، وإلى كثير اسباب هي. بس انه مفهوم الوحده او الخلوه كمان مختلف، انه الواحد يكون عم بينفرد بنفسه، عم بيختلي بنفسه هيك لحتى يصير يروق على حاله. وهيدي كثير اللي في بالروحانيات والفلاسفة كتير حكيوا عنا، نيتشي، أينشتاين مثلا، بودا، كتير كانوا يقولوا ضروري الواحد يقعد مع حاله نفسه. لأن هاي اللي بتجيب السعادة بالآخر. كيف لما يعني الواحد كيف برأيهم أنه الواحد بتجيب أنه بيروق الواحد اللي بيكون عنده هيدا، بيفسح مجالات لأنه يعمل إشياء لوحده أو يكون قاعد مع حاله، منه مزعوج، بالعكس مبسوط. هيدا إنسان كتير مكتفي ذاتيا. فمفهومة كتير إيجابي هيدي الانفراد أو الخلوة. وهلأ مؤخرا صار عم ينحكى بالناس اللي سموهم سينجل ات هارت، اللي هول بيعشقوا الانفراد. ليه سموهم سينجل ات هارت؟ لأنه هول من جوا سعادتهم بتكون لما يكونوا عم يعملوا إشياء لوحدهم، منهم بحاجة لشريك اللي يكمل لهم حياتهم. من فينا نقول عنهم لا، ما يعني في ناس بلكي بتظلمهم، بتقول انهم عنهم انانيه لانه هن مزبوط. مرات بقول نرجسي هيدا، هالقد مركز على حاله، ما يعني انه قادر ما همه حدا او قادر يكون لحاله، فارقه معه. بس هيدول هذا شيء غلط. غلط اذا يعني ما كان حتى عم بيتواصل مع غيره او منه حنون مع غيره او ما عنده اصحاب. ما شفتي دغري لما نظلمهم لهول الاشخاص؟ اجتماعيا نحن تعريفنا انه الواحد بيكبر بيتعلم بيتزوج الى شريك حياته، بيتزوج بيصيروا بيطلعوا بالعزابه انه ليه ما تزوج، في شيء غلط يعني، كانوا الغلط فيه ايه، او كانه عنده مشكله نفسيه. بس هول اللي بيكونوا هيك هن يعني سعادتهم انه يعملوا اشياء لوحدهم، هول طبيعه شخصيه وبتجي بدرجات. ممكن تلاقي ناس متزوجين بس عندهم اياها هيدا الحب، انه تكون قراراتهم منبع ذاتي، ما عنده رجعيه كل الوقت بده يسال حدا فينا نعمل هيك مثلا. ما تفكيرهم بيكون انه انا ماني مضطر ساير كل الوقت حدا، او صح. اذا بدي اعمل قرار مهم بحياتي، بدي سافر عيش برا، بدي شوف الشريك، او انه في إلا تبعيات يعني بحياتهم اليوميه. الي جلادي اظهر، ما الي جلادي، كان الي جلادي اظهر غيرت رايك. طيب اذا معك شريك انت وغيرتي رايك، انه ده بصير في مشاكل. سو هولي في اشخاص اللي بيكونوا هيك عن اسمهم سينجل ات هارت، هولي يعني خيارهم انه يعني يكونوا بحياتهم منبعهم مكتفين بذاتهم. فينا نستعمل كلمة بذاتهم نسرين، وكمان متأكدين انه هن بيقدروا يمشوا امورهم بذاتهم. لما بصير عندك شخص بحياتك هو هيدا الصح، يعني الانسان يكون عنده اكتفاء ذاتي ويقدر. في ناس مثلا اذا بدها تجيب ما بعرف جينز او شميز بدها تبدا على 100 راي، هيدا شو غلط؟ هيدا شو هيدا ايه يعني في طباع. هلا لما بتزيد كثير صارت اتكاليه. ما هي في ناس اللي بيكون عندهم في اضطرابات شخصيه، مثلا الشخصيه الاتكاليه هيك، اللي ما بيعمل شيء لوحده، ما بيعرف، بيضل بيقول ما بعرف، بدي حدا يساعدني. طب ما هي كمان بتضيق الخلق ومنا منيحه. طب كيف ممكن الانسان يعني اللي عم بيسمعنا وهو شوي اتكالي، كيف فينا نعطيه تيبس يساعد نفسه انه يجرب يتكل على نفسه ويكتفي بذاته؟ بتعرفي اللي بيكون اتكالي بيكون خلاص تعود يكون اتكالي، ما جرب انه يعتمد على حاله. نحن مرات بنحط بظروف اللي بتجبرنا يعني خلاص نشتغل على الاشياء اللي نحن ما معودين عليها. مثل هلا شوفي بلبنان متعود على كثير شغلات جديده، سو بده يجرب حاله، بده يحط انه يشوف شو مخاوفه. ما هي اذا ما الواحد عنده ثقه بحاله انه في مشي
الامور هو خلص حيضله تعيس اذا كان ما في منه بعلاقه. نعم. الوحده بتخوفه كثير. سو مفهوم الوحده عند كتار ايه شغله منا منيحه. طيب جرب انت انه تعتمد على حالك، جرب شو اللي ما عندك ثقه بحالك فيه، جرب دعمه ساوي. بهيدي كلها بدها تجارب للواحد انه يصير قادر يعتمد على حاله ويكتفي ذاتيا. نعم نعم. طب اليوم يعني بزمن السوشيال ميديا ما عاد في حدا فيكون لحاله، يعني انت فيك تقعدي بعيدة عن عائلتك يعني، بس فيرتشوال انت قاعدة مع الكوكب كله. هلأ رحنا غير موضوع، ولكن السوشيال ميديا ما تخليك تكوني وحيدة، بتبعدي عن ناسك بلكي بالبيت. هيك بتفكري هلا انت بمجرد ما قاعدي على السوشيال ميديا، انه اذا حطيتي شيء وحدا حط لك لايك يس يعني عجبهم ايه انه انبسط فيي انا عم بعيش وافق معي يعني. ايه حط لي كومنت ايه هيدا حديث. طيب ما هيدا حديث افتراضي، وين العمق فيه؟ سو هون في وفي ناس عندهم ادمان على السوشيال ميديا، مفكرين حالهم انه هن متواصلين مع العالم، وهو الدراسات بتشير انه اكثر ناس بحسوا بالوحده لانه يعني عم يمنعوا عن حالهم. نعم. التواصل الجدي، التواصل العميق مع الناس. نعم. سو هولي اللي لازم شوي يشتغلوا عليها ويشوفوا يعملوا تواصل حقيقي مع أشخاص حقيقية لحتى ما يحسوا فيها هيدي الوحدة، لأنه في ناس بترجع 7 ساعات مثلا، هيدا التليفون بفرجيكي مرات كم ساعة قعدت عليه، في ناس 7 ساعات على السوشيال ميديا قاعدين. كيف بسأليهم انتم مبسوطين بحياتكم؟ بيقولوا لكم ابدا. سو بتزيد يعني الدراسات بتقول انه هيدي مرتبطه كثير بمشاكل الاكتئاب والقلق، قصه كثره السوشيال ميديا. وبلكي كثره السوشيال ميديا بتساهم بتزيد الوحده. ما هي هيدي اللي الدراسات عم تكتشفها، انه بتزيد الوحده، لانه خاصه عم بتشوفي انه في ناس غيرك عم بتساوي كثير اشياء وانت قاعده على التليفون. هيدا بلكي من اكثر الاشياء انه بتحسي حالك بفكروا انه الحياه هنيك واحنا مش عايشين. إيه طب الأسباب للوحدة فينا نقول أنه بنرجع للطفولة، بنرجع للتربية، شو أسباب الوحدة يعني؟ ليه في إنسان بيكون كتير مرتاح مع نفسه وحدا هيك منطوي على ذاته؟ هلأ هي شوفي أسبابها كتير وهلأ عم نشوفها. قلتيها أنت في أشخاص هو اللي بنسميهم الانطوائية، بحبوا كتير هيدا الوقت لحالهم، اللي هيك بيقعدوا بيفكروا فيه، بيساووا قصص لوحدهم. وفي الإنسان المنفتح، الإنسان المنفتح إذا ظروفه ما عم بتساعده يشوف ناس مثل ما صار بالحجر المنزلي، جنه هو يعني أنه كتير ضايق انبسطوا. وفي مين انبسط؟ انا انبسطت. الانطوائي اكثر، اللي عارف قيمه الوقت لوحده، قديش الواحد بيقدر يساوي شغلات في هلا، بيقدر يستفيد، عم نظم وقته بشكل ما بيزهق، بالعكس بيلاقيها فرصه. هيدي الخلوه مع النفس كثير بيساوي شغلات. اللي عم شوفه هلا في كثير ناس عم بيقولوا لي اصحابي الانتيم كلهم هاجروا، ما بتعرفي وضعنا بلبنان كيف صار. سو هيدي كمان من الاسباب اللي عم بتخلي الاشخاص تحس بالوحده. واللي هاجروا اللي راحوا على بلد جديد كمان ما عندهم اصحاب بحسوا بالوحده. مرات بتكوني قاعده مع ناس وعندك كثير معارف وعندك كثير اصحاب بس بتحسي بالوحده، لان ما في حدا على نفس الموجه تاعتك. ما في حديث معمق. في ناس كمان بحسوا حالهم مهملين، عندهم اصحاب بس هالاصحاب ما بتسال عنهم، يعني بحسوا حالهم عم يستثنوا من كثير نشاطات. بتعرفي لما مرات بصير جمعه وما قالوا لي مثلا انه طب ليه انا. سو في بتتعدد الاسباب ليش الواحد ممكن يحس بهيدي الوحده، ومخاطرها اذا طولت. شو مخاطرها؟ عنده هيدا الشعور الواحد انه انا وحدي، انا حزين، ما عندي حدا. لما بيفكر كثير بالموضوع ممكن يصير معه كثير مشاكل نفسيه مثل الاكتئاب والقلق، ومرات في ناس بيصير عندهم نوبات هلع. في مخاطر جسديه، وهيك الابحاث بتشير انه مشاكل قلب، ما هو في بيصير في كثير ستريس، عايش الواحد ستريس، فبصير في هالستريس هرمون عم بيضخ بالجسم كل الوقت، فبصير في مشاكل القلب والسكري، التهاب مفاصل، وحتى في دراسات بتقول انه الخطر من الاصابه بالالزهايمر بزيد مرتين عند الناس اللي عندهم هيدا الاحساس بالوحده. ليه قولك الالزهايمر؟ ما هاي صراحه ما بعرف، بدنا نشوف طبيب ليش. بس ما هي كمان لها علاقه بيمكن الاعصاب اللي عم بتفكري وعم ما هي كله له علاقه بالالزهايمر. كمان في شوي عامل
يعني جيني بالجينز، بس ما سويها كثير. ومنشان هيك نظرة العالم على الأشخاص اللي لوحدهم مرات بيقولوا يا حرام، والشخص بيصير بيقول عن حاله يا حرام أنا أنه لوحدي ما عندي حدا وهيك. في ناس تعرف ما فلا تذكرت يعني مثلا كبار الشعراء وكبار الفنانين بتلاقيهم بيروحوا على كافيات بيقعدوا لحالهم، يعني ايه في شيء انه في ناس بتقول لك يكي بدي اروح اقعد لحالي بكافيه او بمطعم، اللي هو كثير شغله يعني غريبه مع انه هي الشعره والكتاب هو اللي بدهم انه الهام شوي، يعني بيقعدوا بيراقبوا الناس يمكن وبدهم هالقعده، بتلاقي قعدوا هيك على فنجان قهوه احلى قعده بالدنيا ما فيها شيء. طب هو اللي متصالحين مع حالهم ايه؟ يعني كثير خطر انه الواحد ما عم بيلاقي هالسعاده الا اذا كان مع ناس، الا اذا كان في حدا بحياته. اوكي هلا صبنا الموضوع. ايوه يعني ايه شو يلا. يعني اللي على طول بده الناس هن ما بيلاقوا سعادتهم غير اذا قاعدين، معناتها هن لحالهم منهم سعادة مع حالهم. كيف نساعد هول الناس؟ يعني تعال نشوف اللي كيف نحولهم لناس اذا قعدوا مع حالهم يكونوا مكتفيين. أوكي. في ناس بتقعد مع حالها بتصير تفكر بأشياء كتير سلبية عن حالة مثلا، بتكون هيدي هروب بدي ناس لحتى انشغل كمان خطرة. سو هاي انه طيب عود مع حالك، معلش بلش اول شيء طيب ليش منك مبسوط بحالك؟ ليش عندك هيك افكار سلبية عن حالك عم تهرب منهم؟ في ناس بيهربوا من ذكريات أليمة مثلا، بدي ناس كل الوقت لحتى بس كون مشغول، لأن إذا قعدت لوحدي بصير عم فكر بهول الذكريات القديمة. سو بدنا نشوف نحن شو هو السبب بالأول ليش الواحد ما عم بيحب للوحدة لحتى نقدر نلاقي الحلول، أو شو بدنا نواجه المشكلة. أيوة. يعني بدنا نكش نعرف أصل المشكلة نحله ونواجهه، لأن لكل شخص بدك تلاقي له طريقة الحل اللي بتناسبه هو. الشخص اللي نقل على بلد جديد حاسس بالوحدة، طيب أوكي كيف فيك تعمل لحتى تجمع أصحاب جديد؟ كيف فيك تعمل لتصير تضلك على تواصل مع الأصحاب اللي تاركهم ببلدك؟ الأونلاين كتير منيح هون، ما بدنا سوشيال ميديا، بدنا أنه في نعمل فيديو كولز أونلاين نشوفهم لهالأصحاب. أوكي يصير في هذا التواصل. الأشخاص اللي هون بيقولوا ما عندي أصحاب، كمان يحكوا الأصحاب تعولهم اللي برا، بس بدهم يعملوا أصحاب هون اللي يصيروا يظهروا معهم ويوطدوا العلاقة. سو بيصيروا بيعملوا مين عندي معارف، أنا بيعملوا ليستا مثلا كل جمعة أنا بدي أقضيه مع حدا، خليني بلش هالمعارف اللي عندي مرات كتير بيتحولوا لصداقات كتير متنة شوي يعني. إيه؟ سو بدي يكون في خطة أنه كل جمعة مثلا صير أظهر مع حدا لحتى هيك يحس حالي أنه أنا عم بتواصل فيها الكونكشن، ما حس فيها هيدي الوحدة. إذا ناس مثلا في، لأن مرات الوحدة بتصير بالعلاقة الزوجية بحس أيه. الواحد حاله لوحده، هالشريك ما سألين عنه، طيب زبطي علاقتك مع الشريك مثلا، إذا ما في أمل بدك تشوفي أنت كيف تعملي الكونكشنز اللي ترضيكي، ما ضروري تكوني متكلة على الشريك. اللي ما بيتزوجوا العزابي بتحسيهم عندهم كتير أسس دعم أصحاب. بس دكتور حتى المجوزين في منهم يعني بيكونوا ما بيعرفوا يعملوا شيء بلا بعض. ايه من هذا انا بلاقي غلط ما بعرف، لا طبعا سبيس بالعلاقه لكل شخص. معك حق، ضروري انه يكون في هال يعني الاتكال على النفس بكثير شغلات. ما هي بتخنق بتصير اذا انت ما فيكي تعملي شيء الا مع الشريك، وين ما بده يروح بده تعال نروح سوا، يا عم اتركوها هيدي الفسحه كل واحد يعمل شيء لوحده. في ناس ما بتفهمها هي الفسحه، بفكروا انه لا انه هي كثير صحيه للعلاقه. صحيه لا، بس يعني عندك شيء تخبريه للشريك لما تشوفيه، اذا كل الوقت سوا كل الوقت سوا ما بيخلص الحديث اخر شيء. ما بدك يكون في هيك اشياء. في يعني نحن بالعلاقه بنكبر مع الشريك وبنعزل عن الشريك، ما ضروري كل شيء نكون عم نسويه سوا. سو هون في علاقات ما لنا صحيه اللي بنسميها كودي بندنت، هو اللي متكلين على بعض بكل شيء عم بيسويه، مرتبطين بعض بكل شيء يعني. ايه سو ما لنا صحيه. حلو الواحد كثير يقعد لوحده يشوف كمان هو كيف في يشتغل على نفسه يحلهم هول المشاكل، اذا هو عم بيتخبط مع حاله باشياء خليه يحلهم، ويعني هيك نحن بننضج وبنكبر بالحياة لما نتحدى حالنا ونصير شخص أفضل عن السنة اللي مرقت. كل سنة عن سنة عم نكون شو هن النواقص نشتشد لهم برغيون. أنا بقول إنه بدي حسن بحالي، طيب ما حفي حسن بحالي إذا كل الوقت معي حدا أنا وعم ضلني عم سيره هالحدا.
سنجل ات هارت، هو لي يعني هيدا اللي بيبسطهم اكثر شيء، انه انا فيي اشتغل على حالي بدون ما اكون عتلاني منع او ايه منع العلاقه بحدا يعني. ايه لانه وجود حدا تاني خلص انه في صار راسين بدهم يحلوا نفس المشكله. نعم. طيب ليش السنجل ات هارت اللي هيدا بحب الاتكال على حاله ما بتلاقيه بيركض عند حدا بس يصير عنده مشكله؟ ما منه ناطر الشريك ليشوفه اخر النهار ليحل له مشكلته، لا عندي شغله خليني انا بفكر فيها، لان انا بالنهايه اللي اكثر شيء بعرف فيها هالمشكله. يعني حلو واحد يكون مستقل بمشاعره باحاسيسه بقراراته. عندي بعد 30 سنه بدي اختم، بس كثار من الاولاد مثلا بيقولوا لك ما عندنا اصحاب، هل هيدا الشيء دليل شيء بالاول فتره يعني؟ لانه على طول بدنا نرجع للطفوله بالكاركتر اللي عم يتكون واللي عم ينعمل. الاولاد اللي بيقولوا لك ما عندنا اصحاب للي شو يعني، هو في بوادر غلط، في يعني في بدايه غلط. شوفي ممكن تكون الاسباب بالشخص وممكن تكون من الاصحاب او اللي التلاميذ اللي محاط فيهم هالشخص. عم بيتامروا يمكن شخصيته بيلاقوا شيء يتنمروا عليه فيه مثلا، فبحس حاله عرفتي انه لوحده ما عنده يعني اصحاب. ايه سو في كثير هون اسباب. ايه هذا موضوع تاني. موضوع لوحده. دكتور دانيا ديبو تشرفت فيك، موضوعنا كان رائع.